خالف فيها اثنان منعت هدفا مؤكدا. الحكم فهيم عمر رأى أنها غير متعمدة. انظروا الكرة في الذراع تماما، الذراع ارتفعت، انتقلت من مكانها، ارتفعت، منعت الكرة، ومع ذلك لم تحتسب. ماذا لو كانت للزمالك يا كابتن إسماعيل؟ بل تعالى يا تيجانا لترى بعينيك العادلتين كم عدد ركلات الجزاء التي لم يحتسبها الحكام للأهلي في الدوري الحالي فقط، من لمسات يد كلها أوضح وأفضح مليار مرة من كرة إنبي. ولنبدأ مع نفس الحكم ياسر عبد الرؤوف في مباراة الأهلي والجونة، ركلة جزاء مؤكدة وليست غامضة، الكرة اصطدمت بوجه المدافع ثم اصطدمت بيده ومن مسافة بعيدة، وتعادل الأهلي مع الجونة وفقد نقطتين ولم تحتسب. ياسر عبد الرؤوف، تعالوا نشاهد لمسة يد في مباراة إنبي، نفس مباراة إنبي، إنبي والأهلي، ولكن إنبي والزمالك، نراها إنبي والأهلي، والآن مع لمسة اليد. لماذا لم تحتسب؟ انظروا لمسة اليد في مباراة طلع الإنتاج الحربي مع الحكم مدحت الحوفي، انظروا لمسة اليد من بركات ليد المدافع 100% في يد المدافع، لم تحتسب. مرت مرور الكرام، نذهب إلى لعبة أخرى، لمسة يد واضحة كالشمس أمام الإسماعيلي والحكم جهاد جريشة لا يحتسب. انظروا هنا، انظروا مسافة رهيبة جدا، بعيدة جدا، بعيدة جدا، لا يمكن أن تكون هذه اللمسة غير متعمدة، لا يمكن، ومع ذلك لم يحتسبها الحكم. لمسة يد لم يحتسبها الحكم في مباراة الإسماعيلي جهاد جريشة. وانظروا مع أمام طلائع الجيش، لمسة يد واضحة كالشمس. انظروا نسير هذه يد، ايه يد واضحة، يد خارج الجسم تماما، يد المدافع خارج الجسم تماما، خارج جسمه تماما، ومرفوعة وعالية ولم تحتسب. ماذا لو كانت تلك اللعبة لصالح الزمالك؟ ماذا لو كانت وتجاهلها الحكام؟ ولمسة يد أخرى في مباراة الأهلي وسموحة، واليد على الأرض والحكم محمد عباس ولا تحتسب. كل هذا للأهلي ولا يحتسب، غير معقول. هذه مباراة الأهلي والشرطة، ولمسة يد أخرى والحكم شريف رشوان. انظروا، انظروا، انظر يا كابتن، انظر يا كابتن تيجانا، من ذراعه إلى رمية ركنية والحكم شريف رشوان يشير برمية ركنية. انظر يا كابتن إسماعيل، كلها لمسات يد واضحة ليست غامضة كما حدث، والحكام لا تحتسب. ماذا لو كانت لصالح الزمالك؟ ماذا كنت تفعل لو تجاهلها الحكام؟ ونذهب لمباراة الأهلي والمقاولون أمس، أمس فقط، انظروا الكرة وهي تستقر على يد المدافع، انظروا، نرجع قليلا، انظروا للكرة وهي تستقر على الذراع تماما، مباراة الأمس. ومرت مرور الكرام، مرت مرور لم يتحدث عنها أحد. ماذا لو كانت تلك اللعبة لصالح الزمالك؟ سبحان الله، تجاهل الحكام المصريين للمسات اليد منحت الزمالك نقاطا لا يستحقها، وحرمت الأهلي نقاطا وأهدافا يستحقها. ولم يصرخ بلاتيني ولا تريزور كما صرخ تيجان. شاهد يا كابتن إسماعيل الألعاب التالية وقرر ماذا لو كانت مع نادي الزمالك. ركلة برازابيو جونيور ضد إنبي في ثمن نهائي كأس مصر والأهلي خاسر 1-0، تجاهلها الحكم محمد فاروق بلا مبرر. عبد الظاهر السقاف الخلف يجذب فابيو جونيور بكل وضوح ويسقطه تماما. خسر الأهلي 1-0 وودع كأس مصر بلا صراخ. ماذا كنت فاعلا يا تيجانا لو ظلمك الحكم هكذا؟
انظروا إلى ركلة جزاء لصالح عبد الله السعيد في مباراة إنبي بعد أن مر من مدافعين تجاهلها الحكم فهيم عمر بلا أي مبرر، بلا أي مبرر، قبل أن يحتسب نفس الحكم فهيم عمر في نفس المباراة ركلة جزاء لإنبي ضد الحارس شريف إكرامي والكرة خارج الملعب أساسا. ماذا كنت فاعلا يا تيجانا لو ظلم الحكم الزمالك مرتين في نفس المباراة وبتلك القسوة؟ شاهد يا كابتن إسماعيل ركلة جزاء عبد الله السعيد ضد طلائع الجيش، الحكم رؤوف الحوشي حولها من ركلة جزاء إلى إنذار، إلى إنذار لعبد الله السعيد. ماذا كنت فاعلا يا تيجانا لو ظلمك الحكم هكذا؟ كل تلك الألعاب المثيرة المشحونة بالظلم مرت. لماذا؟ لأنها كانت للأهلي، مرت مرور الكرام بلا صراخ من جوزي أو بيدرو أو فيدالجو أو من شقيقك بالاسم فقط محمد يوسف، ولم ينطق سيد عبد الحفيظ كلمة واحدة بشأنها. قارن يا تيجانا بين ما تطالب به اليوم للزمالك وما تجاهله الحكام للأهلي في الموسم الحالي فقط. نحن لا نؤلف ألعابا ولا نختلق أخطاء ولا نفبرك لقطات، نجاحنا وتأثيرنا جاء من صدقنا، لغتنا الفيديو والأرقام، كل ما نذيعه تمتلكه كل القنوات الأخرى بلا استثناء، أغلبها يخفي أو يتجاهله أو لا يعرفه. عزيزي تيجانا، ستبقى صديقا رغم تجنيك الشديد. اليوم يا تيجانا انهالت الاتصالات من أصدقائي تطالبني بعمل محضر ضدكم بتهمة التحريض لجماهير الزمالك ضدي، وهو ما جاء في إحدى الصحف على لسانكم ومع صورتكم، لكنني لم ولن أفعل مهما حدث، لأن الخير والود القديم بيني وبينك لهما عندي مكانة أكبر جدا من عملي أو من نصري. تقول يا تيجانا أنني أرهب الحكام ضد زمالك. هيا يا تيجانا نشاهد معا لقطات من ظلم الحكام للزمالك بعد تعرضهم للإرهاب من برنامجنا الذي لا يشاهده إلا 7 فقط كما يقول أحد الزملاء في برنامجه العالمي. هذا الهدف للزمالك كان صحيحا 100%، لأن قانون الكرة ينتساب احتساب الهدف مع الزمالك إذا تجاوزت الكرة خط منطقة المرمى وليس خط المرمى مثل بقية الفرق. يا له من ظلم. ولمسة اليد مسموحة لعمر زكي في ذلك الهدف ضد غزل المحلة في نفس المباراة. سبحان الله. عزيزي تيجانا، ماذا لو كان هذان الهدفان ضد الزمالك؟ عزيزي تيجانا، ماذا لو تجاهل الحكم ياسر عبد الرؤوف لمسة يد الإنبي في مباراتكم أول أمس وأسفرت عن هدف، كما حدث في الهدف الذي ترونه الآن في لقاء غزل المحلة والأهلي؟ ماذا كان موقفكم ضد ياسر عبد الرؤوف؟ ماذا كان موقفكم ضد التحكيم لو حدث ذلك الأمر؟ عزيزي تيجانا، تسلل فاضح أصفر عن هدف لبيترو جيت في الأهلي في السويس، وضاع من الأهلي نقطتان ولم يتحدث أحد عن إرهاب تحكيمي، وتسلل فاضح آخر أصفر عن هدف أيضا للإنتاج الحربي في مرمى الأهلي، وضاع من الأهلي نقطتان ولم يتحدث أحد عن إرهاب تحكيمي. عزيزي تيجانا، ماذا لو كان هذان الهدفان ضد الزمالك؟ ماذا لو ضاع من الزمالك 4 بأخطاء تحكيمية أقرها الجميع؟ كم
كابتن إسماعيل، ليس هكذا تدر الأمور، وليس هكذا تحرز البطولات أو تأتي الانتصارات. الزمالك نادي كبير وفريق كبير، كبير جدا بإسماعيل يوسف وبدون إسماعيل. له من التاريخ ما يتمناه نادي برشلونة سيد الكرة عالميا، له من الجمهور ما يفتقده ليفربول قلعة الكرة الإنجليزية، له من الألقاب ما لم يصل إليه ميلان الإيطالي الرهيب، له من النجوم ما يفوق أغلب أندية إفريقيا قاطبة. الزمالك كبير رغم أنف الجميع، ولو تطاول العالم بأسره على الزمالك ما قللوا من قدره، لكن مجد الزمالك لا يزيد ولا يعلو بالصراخ. العمل والعلم وحدهما يحققان المجد. لو اجتهدت يا كابتن إسماعيل أكثر في تدريب لاعبيك على التصرف السريع في كرة في وسط ملعبهم، ما جاء أبدا الهدف الثاني القاتل لإنبي أول أمس بعد قطع الكرة من نور السيد في وسط الملعب. خطأ تدريبي ارتكبه نور السيد. لو خصصت يا كابتن إسماعيل وقتا أطول في المران للاعبيك لإتقان التسديد أمام منطقة جزاء منافسيهم، ما ذهبت أغلب كراتهم فوق العارضة بمسافات بعيدة ولتعددت أهداف الزمالك. لو تمهلت قليلا يا كابتن إسماعيل في إشراك لاعبي الزمالك الثلاثة الجدد نور السيد وإسلام عوض والكاميروني أليكسس موندوم في التفاهم والتجانس مع زملائهم في المران قبل الدفع بهم باكرا في المباريات لتحسن أداؤه. عزيزي كابتن إسماعيل يوسف، الكلام هو الأسهل في كل مكان في العالم، لكن العمل والعلم والعمل الصحيح هما أقصر الطرق للنجاح. أرجوك يا تيجانا، لقد لعبت للزمالك بين عامي 1983 و1997، حققت بطولات لا حصر لها، نلت شرف رفع كؤوس كثيرة، وبينها لعبت لمنتخب مصر لعشر سنوات كاملة بينها نهائيات كأس العالم، كنت خلالها نموذجا للعمل الشاق والتطوير، معتمدا فقط على نفسك دون أن تنطق حرفا. عد إلى إسماعيل يوسف الذي يعمل كثيرا ويتكلم قليلا، وفي هذه المناسبة أتوجه بعظيم الاحترام إلى الكابتن حسن شحاتة، الرجل المحترم المدرب القدير بإنجازاته الأسطورية التي لم وربما لن تتكرر. حسن شحاتة لم ينطق أبدا ضد التحكيم، لم يتهم أحدا أبدا بمعاداته أو محاربة فريقه. مصر كلها تعلم أننا كابتن حسن شحاتة وأنا على خلاف شخصي، وأننا لا نتبادل الحديث منذ 5 سنوات وربما أكثر. رجل غيره كان يمكن أن ينتهز الفرصة ليبث السموم ضد شخص يختلف معه، لكن